اهلا بيكم مره تانية على شاشه كايرو دار والفاينل ريفيجن لماده الفيزيكس. انا الجزء اللي فات غطيت جزء من الاكزامبلز والبروبلمز المهمه جدا في الكتريستي، وهنكمل مع بعض. الاكزامبل الجديد 3 ريزيستورز 24 و 60 اوم ار كونكتد تو ان الكتريك سورس اف ذا بوتنشال ديفرنس اكروس ايتش ريزيستور از 50 20 30 فولت ريسبكتيفلي. Illustrate by drawing how this resistor could be connected, then calculate the total resistance of the electric circuit. لو انت رجعت بقى لاخر example انا شرحته، كنت بقول لو عندك 3 resistors وداك ال I، انت تجيب ال V في كل resistors وتشوف لو ال V constant يبقى they are connected, the resistor are connected in parallel. لو ال V differ from one resistor to another يبقى هما in series مع بعض. طب هنا بقى الطالب ممكن يخضع يقول لك الله ده 50 فولت و 20 فولت و 30 فولت، يبقى معنى كده ان هما كونكتد ان بارلل ان سيريس مع بعض. اقول له لا، خطا. ليه؟ لانك انت لازم الاول تجيب الاي. انا عندي 20 اوم البوتنشال بتاعها 50، يبقى الكرنت انتنسيتي 2.5. عندي 40 اوم البوتنشال بتاعها 20، يبقى الفي ايكوال 20 ديفايدد 40 بهاف. هاف ايه؟ هاف امبير. طب انا عندي 60 البوتنشال ديفرنس بتاعها 30 فولت، يبقى الاي ايكوال 30 ديفايدد 60 هاف امبير. ده يبقى فيه تو ريزيستورز الكرنت فيهم هاف امبير، يبقوا زي ار كونكتد ان سيريس مع بعض، وهذه التو ريزيستورز بارلل معاهم ان البوتنشال بتاعها 2.5، الكرنت بتاعها 2.5 امبير. يبقى الانسرز لو رجعنا الاي بتاع 20 اوم 2.5 امبير، جت منين؟ جت من الفي ديفايدد R 50 divided 20. طب والاي بتاع 40 اوم 20 divided 40 يبقى هاف امبير، والاي بتاع 60 اوم 30 divided 60 equal هاف امبير. يبقى انا عندي هنا تو ريزيستورز 20 و 40 و 60 عايزين نكتشف مع بعض متوصلين ازاي. يبقى ال 40 الكرنت فيها هاف امبير وال 60 هاف امبير، يبقى زي ار كونكتد ان سيريز زي ما انت شايفه في الدياجرام كده، والتو ريزيستورز دولت بارلل معاهم ال 20 اوم. طب الار توتال تتحسب ازاي؟ ميجرد ازاي؟ نشوف ال 60 وال 40 ب 100، وال 100 بارلل مع 20، يبقى 100 تايم 20 ديفايدد 100 بلس 20 تطلع 16.66، ودي جت في امتحان قبل كده ومهم جدا هنا. ان انا لو عندي نمبر اوف ريزيستورز للمره الاخيره، نمبر اوف ريزيستورز ومديه هاني قيمه كل واحده فيهم، ومديني الاي لكل واحده لكل ريزيستور على حده، اجيب انا الفي، وان الفي كونستنت يبقوا بارلل. ولو كان الثلاثه ريزيستورز مديني الاي ومديني الفي، اجيب انا الاي زي ما انا شرحت من شويه. ناخد بقى اكزامبل ثاني مختلف، وهو ان ذا اوبوزيت سيركت فايند ذا ريدنج اوف ذا فولتميتر اند فولتميتر. وفي الحالات اللي جايه دي بقى السويتش كي 1 وكي 2، عايزك تركز وتقول لي ايه الدور اللي بيقوم بيه، ايه الرول اللي بيقوم بيه الكي 1 والكي 2 في السيركت دي. الكي 1 مهمته ممكن يعمل اكسكلودد ويكنسل لك ال 30 وال 30. ليه؟ لان الكرنت في السيركت لما يجي يخش في 30 اوم و 30 اوم بارلل، وفجاه انت تروح عامل سويتش اون للكي 1، هيبقى الكي 1 هنا هيفضل الكرنت يمشي في الكي 1 ما يمشيش في 30 اوم و 30 اوم، لان مفيش ريزيستنس في الباسواي ده. لكن الكي اللي هو كي 2 لو عملت له اون هيخلي الكرنت التوتال في السيركت يبقى فلو، لكن لو عملت اوف يبقى نو كرنت فلو. فهو بيسالك الريدنج بتاعت الفولتميتر في حاله الكي 2 از كلوزد اند كي 1 از اوبند. كي 1 از اوبند يبقى معنى كده السيركت فيها 30 اوم و 30 اوم بارلل، وهذه ال 30 اوم و 30 اوم التوتال بتاعهم اللي هو 15 ان سيريس مع مين؟ مع ال 30. يبقى الار توتال في السيركت في الحاله دي ايكوال 15 اوم، وانا عندي الفي بي ايكوال 90 فولت. يبقى الاي ايكوال كام؟ الاي ايكوال 90 ديفايدد 45 اوم، يبقى 2 امبير. الفي في الحاله دي اي في ار كابيتال، يبقى 2 امبير مالتبلايد 30. مش دي القصه بقى، دي سهله قوي كده. لكن الكي 2 از كلوزد اند كي 1 از كلوزد. الكي 2 كلوزد يبقى معنى كده ان الكرنت فلو ثرو ذا سيركت، لكن الكي 1 از كلوزد
يبقى 30 اوم و 30 اوم دولت في الباي باي كده مش موجودين خالص. ليه الكرنت تقول لك انا ايه اللي طلع لي في الاور برانش والاقي 30 اوم ولا نزلني تحت والاقي 30 اوم؟ انا عندي برانش ما فيهوش ريزيستنس خالص. يبقى الكي الكي 1 او السويتش كي 1 لو كلوز يبقى هيكنسل لك ال 30 اوم وال 30 اوم. هنا بقى هيبقى السيركت كلها على بعضها، السيركت دي ما فيهاش الا 30 اوم، هيبقى الاي ايكوال 90 ديفايد 30 يبقى 3 امبير. 3 امبير بقى ملتبلاي ال 30 اوم هيدينا الفي اللي هي تبقى 90 فولت. اكزامبل اخر مهم لان برضو بتكلم على سويتش متكونكتد مره مع ريزيستور ومره مع باتري. السيركت اللي قدامنا دي فيها باتري 6 فولت، فيها ريزيستنس 8 اوم، وفيها انذر ريزيستنس 8 اوم بس بيتحكم فيها سويتش كي. الكي لو عملت له اون هيبقى معنى كده ان انا عندي ال 8 اوم وال 8 اوم بارلل، يبقى التوتال بتاعهم 4. لكن بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده الكي از اوف او سويتشد اوف يعني اوبن، يبقى معنى كده السيركت ما فيهاش الا 8 اوم بس. هو بيسالك بيقول لك انا عايز الريدنج بتاعت الاميتر والريدنج في 1 والريدنج في 2 وين ذا كي السويتشد اون وسويتشد اوف. نبدا الاول سويتشد اوف. السيركت هيبقى فيها كام ريزيستورز؟ واحده اللي هي مين؟ 8 اوم. طيب الاي في الحاله دي هتبقى اي في بي ديفايد ار كابيتال بلس ار سمول. هو ار سمول بكام؟ ايكوال كام؟ ايكوال 2 اوم. يبقى معنى كده ان الاي ايكوالز في بي اللي هي 6 ديفايد 10 يبقى 0.6 امبير. طيب 0.6 امبير، 0.6 امبير دي اللي هي هتبقى الاي توتال، هيبقى كرنت باثنج ثرو ذا سيركت. بس هو بيقول لك انا عايز في 1 وعايز في 2. هو الفولتميتر في 1 كونكتد ثرو ذا ايه؟ ثرو ذا باتري. واي فولتميتر كونكتد مع باتري يبقى الريدنج بتاعته ميجرد ازاي يا اولاد؟ في 1 ايكوال في بي ماينس اي ار سمول. الفي بي ب 6 والاي انا جايبها قبل كده ب 0.6 والار سمول ب 2، يبقى هنا 2 ملتبلايد 0.6 ب 1.2 ماينس 6 فولت هيدينا 4.8 ايه؟ 4.8 فولت. طب هل بقى الفولتميتر في 2 ميجرد بنفس الطريقه دي؟ قال لك لا، ده الفي 2 كونكتد مع ريزيستورز، التوتال بتاعها 8 اوم، يبقى الاي في الار كابيتال، اي في ار كابيتال برضه 4.8 فولت. ده لما كان الكي اس اوبن يعني سويتشد اوف. طب لو الكي بقى اس كلوزد او سويتشد اون، في الحاله دي بجيب الار توتال بتاع ال 8 وال 8. 8 و 8 كونكتد ان بارلل. الار توتال بتاعهم يا البرودكت ديفايدد السمشن، ولا واحد يقول ايه طب ما هم ايكوالز يا مستر، طالما ايكوالز يبقى 1 اوف زيم على التوتال نمبر، يبقى 8 ديفايدد 2 يبقى 4 اوم، ال 4 اوم مع ال 2 اللي هي الانترنال ريزيستنس، يبقى الار توتال بتاع السيركت دي ايكوال 6 اوم. 6 اوم ومعاه 6 فولت، يبقى 6 ديفايد 6 تدينا 1 امبير. ال 1 امبير باس ثرو ذا سيركت. هنيجي للفي 1، هقول لك الفي 1، الفي 1 كونكتد مع باتل. للمره الاخيره بقول اي فولتميتر كونكتد مع باتري الريدنج بتاعته ميجرد في بي ماينس اي ار سمول. انا عندي الفي بي 6 فولت والاي ب 1 امبير والار سمول 2، يبقى معنى كده الريدنج بتاعت الفولتميتر ديكريزد من 4.8 الى 4 فولت. لكن الفي 2 بص بقى، الفي 2 الكرنت انترستي عندي ب 1 امبير والريزيستنس 4، يبقى الفي 2 ايكوال 4 فولت. نكمل مع بعض اكزامبل موجود، ده مهم قوي وده موجود في نماذج الوزاره وبسيط قوي. بس هو بيخاطب ايه؟ انت فاهم يعني ايه بوتنشال ديفرنس ولا مش فاهم؟ في فرق بين كلمه بوتنشال اوف بوينت وبوتنشال ديفرنس بتوين تو بوينتس. هو مديني البوتنشال بتاع البوينت ايه 50 فولت، ومديني كارنت انتنسي في البرانش 10 امبير، ومديني ريزيستنس 1 اوم، ومديني باتري الاي ام اف بتاعتها ايه. في انذر بوينت سي، والبوينت دي البوتنشال بتاعها بزيرو، والار بين السي والدي هاف اوم. فبيسالني بيقول لي فايند ذا بوتنشال ات بي. الله، انت مش متعود على كلمه بوتنشال، متعود على كلمه بوتنشال ديفرنس. وفايند ذا بوتنشال ات سي وانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري اي. انا لو جيت قلت لك هات البوتنشال ديفرنس بتوين ذا تو بوينتس اي وبي، هتقول لي ايه؟ اي في ار، الاي ب 10 امبير والار ب 1 اوم، يبقى البوتنشال ديفرنس بتوين اي اند بي ايكوال
10 multiplied 1 ب 10 فولت. لما يكون عندك انت 2 بوينتس البوتنشال ديفرنس بتاعهم 10 فولت، one of them البوتنشال بتاعها 50، يبقى السكند بوينت بايه؟ 40. يبقى معنى كده انا لما اجي ابص للانتر ابص الاقي البوتنشال ديفرنس في اي بي ايكوال 10 multiplied 1 ب 10 فولت. الفي بي ايه معناه ايه يا اولاد؟ في اي ماينس في بي. طب ما هو في اي اصلا مدهاني جيفن ب 50، وانا جايب التوتال بوتنشال ديفرنس بين اي وبي 10، يبقى الفي بي او البوتنشال اوف ذا بوينت بي ايكوال 40 فولت. طب البوتنشال ديفرنس بين الدي والسي ايكوال ايه؟ اي ار، والاي 10 امبير، والار بين سي ودي ايكوال هاف اوم. يبقى البوتنشال ديفرنس بين سي اند دي ايكوال 5 فولت. 5 فولت انا عندي البوينت دي البوتنشال بتاعها بزيرو، يبقى البوتنشال سي ايكوال 5 فولت، لان البوتنشال ديفرنس سي دي 5 فولت. طيب اسال بقى سؤال، اجيب الار سمول ازاي؟ انا عندي البوتنشال بين ذا تيرمينال اوف ذا باتري بي وسي، وان اوف ذيم 40 والثانيه ب 5، يبقى الديفرنس بينهم 35 فولت، وانا عندي الاي ب 10، يبقى الار سمول الانترنال ريزيستنس اوف ذا باتري ايكوال 35 فولت ديفايد 10 ايكوال 3.5 اوم. Another example يهمني فيه انك تعرف ازاي اجيب توتال ريزيستنس بتاعت واير، وهذا الواير ريشيبت. بعد ما عمل الواير وجاب التوتال ريزيستنس بتاعته خلى الواير ده ريشيبت، خده خلاه سكوير. نقرا كده الاكزامبل ده. A wire of uniform cross section، حط لي بولد لاين تحت uniform cross section. كلمة uniform cross section هنا يعني الايه كونسبت، يبقى اللي بيتحكم في الريزيستنس هنا اللينس اوف واير. A current of intensity 0.1 امبير passes in it. جميل، يبقى الاي عندي. When the potential difference between it and 1.2 فولت، يبقى ادي الفي كمان. عندك الفي وعندك الاي، يبقى 1.2 فولت ديفايدد 0.1 امبير يديني الار توتال بتاع الواير. The wire was changed in the form of a closed square A, B, C, D. Calculate the equivalent resistance of the wire in the following cases. When the source is connected to the two points A and C, and the source is connected to the two points A and B. أولا لازم أتخيل أنا المنظر بتاع السكوير بتاعي. واير البوتنشال ديفرنس 1.2 فولت، الكرنت انتنسيتي باس ثرو ذا واير 0.1 امبير، يبقى الاي في ديفايدد اي يبقى 12 اوم. بس الواير ده عمل له ريشيب وشكله وعمله سكوير، ومن طبيعه السكوير ان السايدز كلها ايكوالز، يعني اي بي ايكوال بي سي ايكوال سي دي ايكوال دي اي. يبقى معنى كده ان السايدز بتاعت السكوير هيتقسم عليهم 12 اوم ايكوال. طب ال 12 اوم لما تبقى ديفايدد 4 هيبقى كل سايد ب 3 اوم، يبقى معنى كده ان الريزيستنس بتاعت السايد اي بي 3 اوم والبي سي 3 اوم. طب هو هيوصل السورس ازاي؟ قال له انا هعمل السورس كونكتد مع كونكتد مع مره مع الاي بي ومره مع الاي سي. نخلينا الاول مع الاي سي. نفترض ان انا حطيت الكتريك سورس مع الاي سي، ادي A وادي C، هيبقى معنى كده current distributed في البرانش ABC ويرجع يبقى distributed فيه برضه في نفس اللحظه مع ADC. يبقى معنى كده ان 6 اوم و6 اوم parallel، يبقى الار توتال ايكوال 6 ديفايدد 2. ليه؟ لان current distributed في 2 برانش وكلهم ايكوالز. لكن لو connection بتاع السورس بقى مع ال AB، هيبقى هنا معنى كده ان 3 اوم اللي هي سايد AB بارلل مع البرانش A D C B، يبقى 3 مع 9 بارلل. 3 مع 9 بارلل هيبقى 3 تايم 9 على 3 بلس 9 2.25 اوم. انا بقى عايز انبه لحاجه، لو ان هذا الاكزامبل جه في الامتحان وما قالش سكوير وقال لك ده عملنا الواير ريكتانجل، يبقى في الحاله دي هو في الامتحان هيقول لك انا عملت الواير ده ريشيب ريكتانجل خوير اي بي توايس بي سي، يعني خلى لك الواير نفس الواير ده ونفس الاكزامبل ده وقال لك ان انا بدل ما اعمله سكوير عملته ريكتانجل، بس خليت الاي بي اللينس بتاعه توايس البي سي. يبقى في الحاله دي لو انا قلت البي سي ار هيبقى السايد اي بي التوتال ريزيستنس بتاعته 2 ار،
يبقى معنى كده انا عندي 2R للاي بي و R اللي هي البي سي مالتبلاي 2 يبقى 6R، يبقى 12 اوم هنا ديستريبيوتد على 6، يبقى السايد اي بي لوحده هيبقى 4 اوم والبي سي هيبقى 2 اوم والسي دي هيبقى 2 اوم 4 اوم، وبالتالي هيبقى توزيع الريزستور كالاتي: الاي بي سيمس ان هو دبل في اللينس هيبقى 4 اوم والبي سي هيبقى 2 اوم وكذلك السي دي هيبقى 4 اوم. يبقى انا اراعي هنا هل هو عمل الواير سكوير ولا عمل الريكتانجل، لازم الاحظ دي. لو عمله سكوير هيبقى طالما الاريا كونستنت يبقى الار دايركت مع ال، لو عمله ريكتانجل هيدينا الريشيو بين اللينسز وبعضها، هقدر اقول قد ايه الريزيستنس بتاعت كل سايد. اكمل اخر اكزامبل تقريبا، اميتاليك واير اوف لينس 30 متر، يبقى انا عندي اللينس هنا الكروس سكشن اريا 0.3 سنتيمتر سكوير، يبقى انا عندي اللينس وعندي الاريا وعندي السبيسيفيك ريزيستنس اللي هي الرو 5 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 7 اوم متر از كونكتد ان سيريز وذ ريزيستنس 8.5 اوم، ا باتري اوف اي ام اف 18 فولت اند اوف انترنال ريزيستنس 1 اوم، كالكوليت ذا انتنسيتي اوف ذا الكتريك كارنت باسنج ثرو ا سيركت. هو لما يكون عندي واير وعندي اللينس وعندي الاريا وعندي الرو ناقص ايه عشان اجيب الريزيستنس؟ الريزيستنس ار مالتبلايد اي ديفايدد ال. طب الريزيستنس هنا الرو ايكوالز ار اي ديفايدد ال، يبقى الار ايكوال رو تايم اي ديفايدد ال. طب انا اقدر اجيب الرو؟ لا، هو مديها لي كده وعندي الال بسيرتي وعندي الاريا ب 0.3 بس سنتيمتر سكوير. يبقى اول خطوه لازم اعملها لازم اجيب الار توتال بتاع السيركت بتاع الواير ده. الار توتال بتاع الواير انا عندي السبيسيفيك ريزيستنس 5 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 7، عندي الال ب 30 متر، عندي الاريا ب 0.3 مالتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 4. اي ثينك ذات ان الريزيستنس بتاعت الواير ده هاف اوم، هاف اوم، وانا عندي انذر ريزيستنس 8.5 اوم. يبقى معنى كده انا عندي توتال ريزيستنس موجوده بتاعت السيركت اهي الار رو ال ديفايدد اي، يبقى 5 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 7 تايم 30 ديفايدد 0.3 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 4. انا هنا جبت الار زي ما قلت بهاف اوم، وانا عندي الار توتال 8.5 بلس 0.5، وما ننساش ان في انترنال ريزيستنس للباتري 1 اوم، يبقى الاي ايكوال في بي على ار كابيتال بلس ار سمول. ميزه هذه الاكزامبل ايه؟ فكرني باومز لو الاول، اومز لو فور كلوز سيركت، فكرني بحاجه اسمها الريليشن بين الريزستيفيتي والريزيستنس ان الار ايكوال رو في ال ديفايدد اي، وعرفني ان انا ممكن اجيب ازاي التوتال ريزيستنس بتاعت سيركت ان سيريس مع بعض. اعتقد اني فاضل اكزامبل لسه اللي هو 21، وجميل قوي هذا الاكزامبل لان هو بيناقشني بايه؟ بيناقشني قصه ان الكومباريزون بتوين تو وايرز مختلفين في اللينس ولا مختلفين في الاريا وتاثير ده ايه على الريزيستنس. نجرب كده مع بعض. تو وايرز اوف ديفرنت ماتيريالز ذا لينس اوف ذا فير، كلمه ديفرنت ماتيريال ليها لازم يكون لها معنى، ما تجيش كده في الاكزامبل. ديفرنت ماتيريال يبقى عن رو 1 ريزستيفيتي 1 تختلف عن ريزستيفيتي 2. ذا لينس اوف ذا فيرست از دبل ذا لينس اوف ذا سكند، يعني L1 twice L2. The radius of the first is double the radius of the second، يعني R1 twice R2. The resistance of the first is equal to the resistance of the second، يعني R1 capital equal R2 capital. Find the ratio between the resistivity of these two material، يعني عايز resistivity rho 1 divided rho 2. نرجع تاني للكلام اللي احنا قلناه في لقاءات قبل كده. الريشوز بين الار 1 والار 2 ايكوالز الريزستيفيتي 1 ديفايدد ريزستيفيتي 2 مالتبلايد ال 1 ديفايدد ال 2 مالتبلايد اي 2 ديفايدد اي 1. وخلي بالك ان الاريا هي باي ار سكوير، يبقى معنى كده اي 2 باي ار 2 سكوير واي 1 باي ار 1 سكوير. تعالوا نعمل سبستيوشن بس ار 1 وار 2، هو قال لك ذا سيم ريزيستنس، يعني الار 1 ايكوال ار 2 ايكوال ار، يبقى كانسليشن ايه اتش اذر. تعالى بقى للريزستيفيتي، انا عايز الريشيو رو 1 ديفايدد رو 2. الريليشن بين اللينسز بيقول لك ال1 توايس ال2، يعني اشيل كانسل ال1 واحط 2 ال2، بس الريديوس ار1 توايس الريديوس ار2، يبقى ار1 ايكوال 2 ار2 اول سكوير، هتبقى 4 ار2 سكوير، كانسل ار2 سكوير مع الار2 سكوير والال2 مع الال1. لاحظ بقى هنا الطالب هيغلط في ايه؟
هو رو 1 ديفايدد رو 2 ملتبلاي 2 ديفايدد 1 ايكوال 1. يبقى هو عايز ار 1 رو 1 على رو 2، هيبقى هنا مش هتقدر تقول لا 1 على 2 2 2 1 يبقى العكس، انك هتحولها تعمل كروس برودكت. الاكزامبل 22 اف ذا فيوز واير in a house is constructed so that the maximum current flowing through it is 5 امبير. في فيوز كده بنحطه في المنازل، تبص تلاقي الكهرباء لما تيجي يحصل سويتش اوف او كات اوف او سبارك، تبص تلاقي الفيوز ده عمل كات اوف للسيركت وحمالك بقيه الايه الاجهزه بتاعه البيت. بيقول لك ان في فيوز اكبر كرنت انتنستي بتحمله قد ايه؟ 5 امبير. 5.5 او 5.6. تبص تلاقي الكرنت لو زاد السيركت كلها تبقى كات اوف. فبيقول لك اف ذا بوتنشال ديفرنس 110 فولت هاو ماني لامبس lightened at the same time in such house knowing that a resistance of each lamp 620 ohm and the resistance of other part 2 ohm. طبعا احنا عارفين ان كل لامبس في البيت بتبقى كونكتد ان بارلل وكل الاجهزه ان كونكتد ان بارلل، وعرفنا ده الكلام ده في جيف ريزون. هنا بقيه السيركت كلها ب 2 ohm وكل لامب كونكتد ان بارلل الانديفيديوال لامب ب 620 ohm. اسال سؤال، التوتال بوتنشال ديفرنس بتاع النمبر اوف لامبس كله كونستانت ايكوال 1 اند 10 فولت، وعندي 1 اند 10 فولت، وعندي الاي الاي هنا ايكوالز كام؟ 5 امبير. يبقى معنى كده 110 فولت في ديفايدد اي يديني الار توتال اوف ذا نتورك او ذا سيركت. 110 ديفايدد 5 امبير اي ثينك ذات ايكوالز 22 اوم. اخد منهم ال 2 اوم اللي هم بتوع السيركت اللي هم بعيد عن اللامب خالص خالص، يبقى اتفضل 20 اوم. التوتال ريزيستنس بتاعت اللامبس كلها 20 اوم، واللامبس دي كلها سيميلر وايدنتيكال ب 620 اوم، وزي ار كونكتد ان بارلل. وانت عارف ان الار توتال في حاله الكونكشن ان بارلل لنمبر اوف ريزيستورز تبقى 1 اوف ذيم على التوتال نمبر. هو عايز النمبر بقى، يبقى النمبر 1 اوف ذيم على التوتال بتاعهم. يبقى نرجع كده نقول R total V divided I ب 22 زي ما انا قلت 22 اوم، ناخد منهم ال 2 اوم، يبقى ال R total بتاع اللامبس كلها 20 اوم، يبقى 1 of them 620 على 20 يدينا 31 لامب. اكزامبل بسيط قوي سهل. 23 اكزامبل برضو بقى، ده بقى يعتبر مخلط لك كل حاجه مع بعضها. يعني هنا هيجيبك هل انت فاكر اومز لو فور كلوز سيركت؟ هل فاكر الكونكشن ان بارل ولا ان سيريز؟ هل انت فاكر الفاكتورز اكتد على الريزيستورز ولا لا؟ بص هنا بيقول ايه؟ تو سيميلر وايرز ار ميد اوف ذا سيم ماتيريالز. استنتج ايه يا ابني؟ استنتج اني رو 1 ايكوال رو 2، يعني الريزستيفيتي 1 ايكوال ريزستيفيتي 2. ذا لينث اوف ايتش اوف ذيم از 50 سنتيمتر، يبقى زي هاف ذا سيم لينث. وزي ميد فروم ذا سيم ماتيريال، يعني الرو ايكوالز واللينث ايكوالز. ده مش بس كده، ذا كروس سكشن اريا اوف ذيم 2 ملم سكوير. ما عليك من ملم سكوير، معروف انها تكونفرتد الى متر سكوير ب 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. بس انا بستنتج حاجه ان الاريا كونستانت والال كونستانت وكمان الرو كونستانت، يبقى ناقص ايه؟ يبقى الريزيستنس كونستانت، يبقى ار 1 ايكوال ار 2. They were connected in series مع بعض in a circuit with an electric cell of internal resistance half ohm. The intensity of the electric current passing in the circuit 2 ampere. يبقى لما جاب التو وايرز وكونكتد ان سيريز مع بعض كان الكرنت انتنسي باسنج ثرو ذا سيركت 2 امبير. When the same wires are connected in parallel with the same cell the current intensity 6 امبير. طبعا 6 امبير لان هما كونكتد ان بارلل والار توتال انكريز ديكريز. Calculate the EMF of the cell when electric conductivity of the wires material. بداية ال two wires made from the same material have the same length, have the same area, يبقى they have the same resistance. هنفترض ان resistance بتاعت each of them R لما يبقى connected in series يبقى total resistance كام؟ 2R. طب لما they are connected in parallel يبقى total resistance R divided 2. في الحالة دي انا هعمل two equations. واحدة فيهم ال R total 2R والتانية ال R total R divided 2. والتو سيمالتينيس ايكويشن هعرف اجيب منهم ال EMF.
the two wires made from the same material, يبقى therefore R1 equal R2 equal R. When they are connected in series, يبقى R total equal to R, يبقى 2 ampere اللي هي R equal VB divided to R plus half. ادي equation. When they are connected in parallel, يبقى R total equal R divided 2, يبقى 6 equals VB R divided 2 plus half. Two simultaneous equations, ممكن اجيب R واجيب VB. الR اللي هي الR capital equal 2 ohm والVB equal 9 volt. طب يا طب ما دي اكزامبل سهل قوي. قال لك لا، ما هو الطالب لازم يبقى فاهم في نهايه شابتر 9 ان هناك فاكتورز اكتد على ريزيستنس، اللينس والاريا والتايب اوف ماتيريال والتمبريتشر. ات كونستنت تمبريتشر اللينس دايركت مع الار والار دايركت مع اللينس. ات كونستنت تمبريتشر الار انفرس مع الاريا. واحنا قلنا في اكزامبل في جيف ريزون قبل كده ان الوايرز اوف كونكشنز ميد فروم كبر لان هي لو ريزيستيفيتي ولو ريزيستنس، يعني الماتيريال اكتد على الريزيستنس. يبقى في 3 فاكتورز مهمين، اللينس والاريا والتايب اوف ماتيريال ات كونستنت تمبريتشر. طب والتمبريتشر يا استاذنا؟ قال لك التمبريتشر از ذا تمبريتشر انكريز الريزيستنس انكريز في الكوندكتور. از ذا تمبريتشر انكريز الريزيستنس انكريز. وانت خدت الكلام ده في شابتر 8 في تاثير التمبريتشر على ات لو تمبريتشر عند كريتيكال تمبريتشر الريزيستنس فانج. يعني از ذا تمبريتشر ديكريز الريزيستنس ديكريز، واز ذا تمبريتشر انكريز الريزيستنس انكريز في الكوندكتورز. لكن في السيمي كوندكتورز العكس، از ذا ريزيستنس انكريز از ذا تمبريتشر انكريز الريزيستنس ديكريز والكوندكتيفيتي بتاع السيمي كوندكتور انكريز. والكلام ده موجود في يونت 5. هنا الاكزامبل هنا نقلني نقله نوعيه، بيقول لي انا عايز الريزستيفيتي والالكتريكال كوندكتيفيتي. طب ما انت عندك اللينس، عندك اللينس هنا 50 سنتيمتر 0.5 متر، وعندك كمان الاريا بس خلي بالك انها بالمليمتر سكوير، يبقى فيها تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 6. وعندك الريزستيفيتي عايزها لان انا لازم اجيبها لان عايز اجيب سيجما، يبقى سيجما ايكوال ال ديفايدد ار اي، هيبقى 0.5 multiply 2 time 2 time 10 to the power negative 6 12.5 time 10 to the power 4 ohm minus 1 meter minus 1. Example 24 او اللي problem number 24، الفيجر قدامك فيه 2 segments، الجزء الاولاني 1 meter والثاني 1 meter، بس الاولاني made from copper والsecond part of the واير ميد فروم الومنيوم وذ ديفر كروس سكشن اريا. الديامتر بتاع الالومنيوم 1 مليمتر، بينما الديامتر بتاع الكبر هاف ال 1 مليمتر، يعني 0.5 مليمتر. اللينس ايكوالز 1 متر 1 متر، بس هنا التو ماتيريالز، واحد كبر والثاني الومنيوم، والكرنت باسس ثرو ايتش اوف ذيم 5 امبير. عايز الريزيستنس اوف كبر واير وعايز الريزيستنس اوف الومنيوم واير. الار رو multiplied L divided A وال A by R square. نيجي للكبر. ال diameter of cover 0.5 diameter 0.5 multiplied 10 to the power negative 3. طب يبقى ال radius 0.25 multiplied 10 to the power negative 3. اقدر اجيب by substitution اجيب ال resistance بتاع الكبر segment. اجي بقى الجزء بتاع الالومنيوم، اللينس 1 متر وال diameter 1 مليمتر، يبقى اقدر اجيب الراديوس هاف مليمتر. المليمتر مالتبلاي 10 تو ذا باور نيجاتيف 3، اقدر اجيب الاريا اوف الومنيوم واير باي ار سكوير. يبقى الريزيستنس اوف كبر عندي والريزيستنس اوف الومنيوم. لو قلت لك بقى هات الريزيستنس التوتال بتاعت الاثنين هتعمل قديش؟ عايز التوتال ريزيستنس. اقدر اقول ان الار كبر بلس ار الومنيوم، اجيب الار كبر بلس ار الومنيوم هيطلع 12.35 تايم 10 تو ذا باور نيجاتيف 2. بيسالني بيقول لي البوتنشال ات ذا ليفت اند اوف ذا كبر قد ايه؟ البوتنشال ديفرنس بتاع الكبر والبوتنشال كمان بتاع الالومنيوم. هقول لك الفي ايكوال اي ار، والفي عندي عايزها اي 5 امبير، الاي اللي موجود مالتبلاي الار توتال 12.35 هيطلع الفي 0.6. In which direction or in which terminal, in what terminal the electric field is greater actually in cover. لان الكرنت دايما ترانسفير from high potential الى low potential. ده كان اخر example من البروبلمز في بدايه الفاينل ريفيجنز بتاعتنا. و 24 problems دولت مع الجزء اللي انا شرحته في الهيت كان بدايه
عملت ريفريش كده للاكزامبلز على المنهج. اشكركم ونلتقي مع بعض في لقاء اخر في الفاينل ريفيجنز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.